طبعا اليوم كنت اقرا من باب الشيء بالشيء يذكر، اضيف فد معلومه بسرعه الوقت المشكله. اليوم كنت اقرا في برهان سيد هاشم رحمه الله، شفت ايه بعض الناس يرتكبون الفحشاء ويقولون الله امرنا بذلك. الامام عليه السلام يسال الجالسين يقولهم منو هذا اللي يعمل فاحشه ويقول الله امرني بذلك، منو؟ قال له لا علم لنا ابن رسول الله. قالهم ماكو، اكو واحد يرتكب فاحشه ويقول الله امرني بذلك؟ متى امر الله بذلك حتى؟ فإلى يقول هو اصلا من يتجرأ يقول هاي الحكايه، يعني ان يقول الله امرني بارتكاب الفاحشه؟ اذا كان مصداق الفاحشه فقط الزنا مثلا، يو الشذوذ الاخلاقي يو غيره، هسه المنبر الحرمه مو كل شيء نحكي زين. قالوا له اذا شلون الايه تقول عن ألسن بعض الناس، عن ألسن بعض الناس انه يقولون الله امرنا؟ الامام يقولهم في اتباع هاي الفاحشة المقصودة بهاي الآية هو اتباع الظالمين والائتمام بإمامتهم، والله تعالى لم يأمر بذلك. فذول اللي يتبعون الظلمة يقولون يا أبي ليش تبعون الظلمة؟ يقولون الله أمرنا بذلك. يا أبا وين الله أمركم بذلك؟ يقولون مثلا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، يقولون أولي الأمر يعني الحكام. فالآية يقول إحنا ما أمر، إحنا أولي الأمر المعصومين مو الحكام. فالإمام يقول له هنا الفاحشة يقصدون بيها الائتمام بالظالمين، مو الفاحشة يعني بهاي الآية على وجه خصوص، مو الفاحشة يعني إنسان يروح له ويا امرأة أو كذا أو إلى آخره. فتشي يعني فد حقيقة فالتفسير للآية بمعنى وبعمق بروايات الأئمة عليهم السلام.